بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق. اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأدبه، اللهم آمين يا رب العالمين. لا زال الحديث موصولا بنا حول آداب دخول المساجد. قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت إننا من أداب دخول المسجد أن أتوضأ في بيتي، وأن أستعمل السواك، وأن ألبس أحسن الثياب، وأن أتطهر وأتطيب، وأن أدعو دعاء عند خروجي من منزلي، ودعاء دخول المسجد، ودعاء الخروج من المسجد. أيضا من ضمن آداب دخول المسجد الذهاب للصلاة ماشيا إلا لعذر. واحد تعبان ممكن يركب، إنما لو المسجد قريب مني أمشي للمسجد. ليه؟ لأن خطواتي إلى المسجد تشهد لي بين يدي الله وفي ميزان حسناتي. اسمع حديث حضرة النبي يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فالصحابة قالوا: بلى يا رسول الله، دلنا يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة تلو الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني سيدنا النبي بيدلنا على الحاجة اللي تمحو الخطايا وترفع الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره لما تتوضأ في أيام الشتاء والبرد الشديد، ويعلم في جسدك الماء البارد، ما عندكش ماء ساخن وتتوضأ بماء بارد، ده اسمه إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد، الخطوات للجامع، كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وانتظار الصلاة تلو الصلاة، يعني صليت المغرب وجلست في المسجد في المصلى تنتظر صلاة العشاء، فالله يمحو عنك الخطايا ويرفع لك الدرجات. قلت لحضراتكم أيضا وأنا داخل الجامع أدعو دعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وتدخل المسجد برجلك اليمنى. طب وانا طالع من الجامع: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. وتخرج بالقدم اليسرى. في الخلاء عند دخول الحمام العكس، تدخل باليسرى تقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، وتخرج باليمنى وتقول إيه؟ غفرانك غفرانك، ثلاث مرات. يبقى هتدخل المسجد بقدمك اليمنى وتخرج بقدمك الايه؟ بقدمك اليسرى. لو دخلت المسجد والناس قاعدة في المسجد مش وقت صلاة أو مش وقت خطبة، تسلم، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أيضا من آداب دخول المساجد صلاة ركعتين تحية للمسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أول ما تدخل الجامع صلي ركعتين. طب أنا توضيت في البيت وما صليتش سنة الوضوء، يجوز أن تجمع السنن معا. يعني ينفع تدخل في الجامع لصلاة الظهر هتصلي سنة الظهر، ممكن تنوي مع سنة الظهر سنة تحية المسجد وسنة الوضوء. يجوز
أن تجمع بين أكثر من نية في النوافل، سنة الظهر مع سنة الوضوء مع تحية المسجد، لكن تحرص على صلاة ركعتين تحية المسجد. إلا إذا دخلت والجماعة قائمة والإمام بيصلي جماعة بالناس، ما ينفعش تصلي السنة والإمام بيصلي الفرض. إذا وجد الفرض فتصلي معه الفرض، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ربنا يعلمنا وإياكم آداب دخول المساجد ويفقهنا في الدين، قولوا آمين. هروح فاصل وارجع لكم، خليكم معايا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى. أما بعد، رجعنا لكم تاني ولسه مع أداب دخول المسجد. طيب أنا دخلت المسجد وهتقام الصلاة، بعض الناس يدخل المسجد وهم جاي متأخر في الصف الأخير، أو يصلي في آخر المسجد، أو يتعمد هذا الأمر. لا، خد بالك، كن حريص أن تكون في الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني إيه؟ يعني لو قدروا يعملوا قرعة إن مين فيهم يتقدم للصف الأول لفعلوا ذلك. ليه الصف الأول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. لذلك في الصلاة بنبدأ من خلف الإمام ونتم جهة اليمين، ثم نتم جهة جهة اليسار. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه رضي الله عنهم يحرصون أن يكونوا خلفه مباشرة. الصحابة كانوا حريصين كل الحرص أن يكونوا في الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح، يعني يعني صلاة العشاء وصلاة الصبح، لأتوهما ولو حبوا. أيضا من ضمن آداب المساجد تسوية الصفوف. كان سيدنا النبي يقف كده ويقول للصحابة: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. بنسمع المشايخ بتردد الكلام ده، لكنها أحاديث نبوية. كان صلى الله عليه وسلم يقف قبل الصلاة يسوي صفوف أصحابه، كان يقف قبل المعارك والجهاد والمغازي يسوي صفوف أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يبقى تسوية الصف من تمام ومن كمال الصلاة. طب أسوي صف إزاي؟ تسوية تكون عن اليمين. انت سوي على اللي على ايديك اليمين، اللي على يمينك سوي معاه الصف، اللي على الشمال يبص اللي على اليمين. انت مش مطالب تبص يمين وشمال، يمين بس، بص يمين، سوي على اليمين. والانسان يبقى المنكب حذو المنكب، المنكب حذو المنكب، والقدم بالقدم يستوي الصف، القدم بالقدم يستوي الصف. طب بعد ما نسوي الصفوف يكون الإنسان حريص لو يصلي وحده في المسجد إنه يصلي خلف خلف سترة. لو أنت صليت الفرض وقايم تصلي السنة، من آداب المساجد أن تصلي خلف سترة. يعني إيه سترة؟ يعني في حاجة أمامك كده. كان صلى الله عليه وسلم يضع سترة أمامه في الصلاة نحو عصا مغروزة أو سلاح، أو يضع شيء أمامه يصلي خلفه. طب لو ما فيش حاجة يضعها، كان صلى الله عليه وسلم يخط بيده خطا طولا، يخط في الأرض كده خط. لو وضعت منديل، لو وضعت قلم، لو وضعت عصا، لو جبت حامل مصحف ووضعته أمامك سنة. ويسن للمصلي أن يتخذ سترة أمامه
لنحو جدار كعمود أو عصا مغروزة، ومن السنة أن تكون السترة عن يمينه أو عن يساره، تبقاش قدامك مباشرة. ويحرص الإنسان بعد صلاته ألا يمر من أمام مصلي ليس أمامه سترة. واحد بيصلي وما فيش سترة أمامه، ما ينفعش تعدي من قدامه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لتوقف قبل أن يمر 40. العلماء قالوا ممكن 40 شهر، 40 يوم، 40 سنة. نهى النبي عن المرور بين يدي المصلي. آخر حاجة من أدب دخول المساجد، ألا يضع المصلي بعد صلاته ظهره مستندا للقبلة. ما ينفعش تدي ظهرك للقبلة ووشك للناس وانت قاعد في الجامع. هذا من الأدب في المساجد أيضا، إلا لعالم يعلم الناس العلم. بنشوف الشيخ يدي ظهره للقبلة ووشه للناس، يواجه الناس عشان عشان العلم الذي يعلمه للناس. دي بعض آداب دخول المساجد. أسأل الله أن يؤدبنا وإياكم بهذه الآداب التي حثنا عليها صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا. اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: ما حكم الصلاة في المنزل مؤتما بإمام المسجد المجاور؟ يعني أنا جنب بيتي مسجد، وأنا جالس في البيت سامع الإمام بيصلي عبر مكبرات الصوت، وممكن وأنا قاعد في البيت أو في البلكونة أقول الله أكبر وأصلي وراء الإمام، ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف المذياع اللي هي السماعات، أو خلف الراديو، أو خلف التلفزيون. لو أنا شغلت التلفزيون ينفع أصلي وراء إمام الحرم وأنا في البيت؟ لا يجوز. اشترطوا العلماء إننا يبقى في اقتداء بالإمام، مقتديا بالإمام، وإننا ما يبقاش في بيني وبين الإمام فاصل. وحددوا المسافة دي ب 155 متر، ما يبقاش بيني وبين الإمام 155 متر. والأفضل في هذا إن أنا أكون شايف الصفوف اللي أمامي، ما يفصلش بيني وبين الإمام فاصل. المسجد امتلأ والناس صلوا خلف المسجد والصفوف متواصلة لغاية باب البيت بتاعي، وبقيت شايف المصلين، شايف المأمومين اللي قدامي، أصلي وراء الإمام؟ أصلي وراه. صلاتك صحيحة إذن. لكن المسجد فاضي والمكان بعيد وبيني وبين الإمام شارع 10 متر، وسيارات بتعدي في الطريق، وناس راحة وجاية في الطريق، لا أهتم بهذا الإمام، لأن في فاصل فصلني عن الإمام. وأين أنت من خطوات الذهاب والعودة إلى المسجد؟ ناخد بالنا. وبعدين خصوصا يوم الجمعة، بعض الشباب بينزل على إقامة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، بيفرش السجادة ويصلي الركعتين ولا أنا صليت الجمعة. أين أنت من حضور خطبة الجمعة؟ إن الملائكة يجلسون يكتبون أسماء الناس الذين يحضرون لصلاة الجمعة، وكما علمنا النبي: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فإحنا بنقول للشباب، لأولادنا، وبنقول للي بيروح يصلي الجمعة: احرص أن تكون في المسجد في وقت مبكر. طيب المسجد امتلأ عن آخره
وصليت خلف المسجد يجوز لك أن تفعل ذلك، بشرط أن أنت تبقى مقتدي بالإمام، سامع الإمام، أو شايف المأموم اللي بيصلي وراء الإمام، وأحيانا واحد بيبلغ أو السماعات بتكون منتشرة في المكان، بشرط الإيه؟ تتابع الصفوف، ما يبقاش في فاصل بين الصف الأخير وبين أنت وأنت بتصلي في خارج المسجد، تبقى الصفوف متواصلة. طب المسجد المتعدد الطوابق ده مسجد، مسجد فيه ناس بتصلي في الدور الأول والثاني والثالث، في سماعات بيسمعوها أو في شاشة بيتابعوا من خلالها الإمام، الصلاة صحيحة لأن الصفوف متتابعة ومتتالية ومرتبة تلو بعضها البعض. إنما لو أنا بصلي في مسجد والمسجد لم يمتلئ، هل يجوز لي أن أصلي في الشارع؟ لا يجوز أن تصلي في الشارع، أدخل داخل المسجد وصلي. إمتى صلي في الشارع؟ إذا الصفوف متواصلة وأنا شايف المأمومين بيصلوا قدامي، يجوز أن أنت تقتدي بهذا الإمام وتصلي معهم. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، اللهم آمين يا رب العالمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.